اليوم البنات جبت لكم واحد التبريمه خطيره في تبييض الجسم. هاد التبريمه غترجع لكم الجسم ديالكم بحال الشمعه. البنات اللي كيعانيو من التصبغات ومن الجلد الميت ومن الزروقيه والاثار ديال الحبوب، هاد التبريمه هادي كتحيد الكحال وكتحيد السواد، حتى ولو كان الجسم ديالكم مضبوغ يعني فيه الكحال وفيه ليطاش وحالته، هاد التبريمه هادي غترجعك اختي كتشعلي شي حاجه اللي زوينه بزاف. وهاد التبريمه هادي جربيها والله العظيم الا غترجعي عندي التعليقات وغتقولي الله يرحم لك الوالدين، شي حاجه اللي كتفتح اللون ديال الجسم وكتوحد اللون وكتخلي الجسم ديالك يعني غادي انت غادي تصدمي من النتيجه، شي حاجه اللي زوينه. وغادي نعطيكم هاد التبريمه هادي حصريا ولاول مره غتشوفوها على القناه، غادي نبارطاجيها معاكم. اللي بغات تهلا في راسها وبغيتي تبيضي وبغيتي تزياني اختي وبغيتي الجسم ديالك يتنقى، تنقول لك مرحبا بك معايا في هذا الفيديو هذا. تبعي معايا الفيديو وغادي اليوم نعطيك واحد السر اللي غترجعي تشكريني عليه. غادي نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجو الدوليبران، هاد دوليبران هادي ديال 1000 يعني ديال 1000. غادي ناخدو قرص واحد ديال دوليبران يعني هاد الاقراص الفوارة كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. ولكن قبل الكبيدات كنتمنى انكم ما تبخلوش عليه بواحد لايك، بغيتكم كاملين تخليوا لي اللايكات ديالكم وتشجعوني وكذلك تخليوا لي شي تعليق زويون في حالكم وغادي نكملوا الوصفه ديالنا. بالنسبه لهذا القرص هذا ديال دوليبران غادي نضيفوا عليه واحد قليل يعني من الحليب، واحد شويه ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا، وكنخليوه على جانب. هنا غندوزوا المكونات الاخرى يعني باش غنبداو نحضروا التبريمه ديالنا. غادي نحتاجوا الروز كما كتشوفوا معايا، الروز الابيض هذا العادي كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ الروز وغادي نطحنو حتى كيولي على شكل بودره، المهم نتوما غتاخذوا الروز مطحون. انا غناخذ الروز غادي نطحنو مزيان ومن بعد غنرجع معاكم باش ان شاء الله نبداو نحضروا الوصفه ديالنا. هاد التبريمه هذه اللي غنعطيكم راه ديروها البنات في الحمام، ديروها في الدار، المهم كيف ما بغيتي انت ديريها غادي ديريها، زوينه بزاف. وانا متيقنه انكم غديروا هاد التبريمه هذه والله العظيم الا غتولي تبريمه معتمده بلا حنه بلا حتى حاجه، تبريمه زوينه بزاف ومن اروع التبريمات يعني اللي انا جربتهم، شي حاجه اللي زوينه واي حاجه عجبتني كنبارطاجيها معكم بطبيعه الحال البنات. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت الروز كناخذ 3 المعالق كبار ديال الروز مطحون على شكل بودره كما كتشوفوا معايا. وهنا عندي ثاني مكون اللي هو الحمص، الحمص مطحون حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، الحمص مطحون كناخذوا 2 معالق كبار يعني 3 ديال الروز وجوج ديال الحمص، وغنضيفو النشا يعني دقيق الذرة أولا نشا الذرة أولا مايزينا، غنديرو ملعقة كبيرة تكون عامرة بهذا الشكل هذا. بالنسبة لهاد القياس اللي غنعطيكم ديال التبريمة غديريها نتي يعني كافية لك يعني كافياك نتي يعني بوحدك غتكفيك، يعني إلا كنتو زوج غضاعفو الكمية ديال هاد المكونات اللي عطيتكم. خدينا هاد 3 ديال المكونات وغناخدو الحليب هو باش غادي نخلطو هاد التبريمه. الا اختي ما عندكش يعني متوفرش لك الحليب ممكن تعوضيه بالماء. مهم هنا كيف ما شفتوا معايا ضفت هنا تقريبا واحد ثلث كاس ديال الحليب وكنخلط، وخا يبان لكم الخليط هكا يعني مطلوق ولكن غنضيفو الصابون اللي غتشوفوا معايا دابا، غنضيفوا الصابون غادي الخليط يتقال معانا. مهم كنخلطوا مزيان هاد المكونات ومن بعد غتجيبي اختي الصابون البلدي كما كتشوفي معايا، الصابون البلدي اللي زوين بزاف واللي كيحيد الجلد الميت كيحيد الاوساخ كيحيد واحد الطبقه ديال الجلد الميت اللي كيكون يعني على الجسم وكيفتح لينا من الجسم ديالنا وكيحيد لينا كاع دوك الاوساخ. تناخدو ملعقه كبيره كما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا، ملعقه كبيره ديال الصابون البلدي وكنخلطوها مزيان حتى يولي لنا واحد الخليط على شكل كريم، يعني كنبقاو تنخلطو وتنحركو مزيان حتى كيذوب معنا داك الصابون.
المهم انا غادي نخلط مزيان ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نكملوا ان شاء الله. ولا بغيتوا شي وصفه مرحبا الكبيدات، كتبوها ليا في التعليقات اسفل الفيديو، راه كنشوف التعليقات ديالكم وان شاء الله نشارك معاكم اي وصفه بغيتوها. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت مزيان حد وحنا كنخلطوا وداك الخليط يعني تيتقال كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، كنخلطوا مزيان. ومن بعد غناخدو هاد القرص ديال دوليبران اللي درناه هنا. المهم انا غنحرك مزيان باش هكا يدوب وغنرجع معاكم. وهنا من بعد ما داب هذاك القرص كامل ديال دوليبران غنضيفو لهاد الوصفه ونخلط مزيان هاد المكونات. عرفتوا هاد التبريمه هذه الاوساخ كيتحيدوا، ولا كنتو يعني عيانين ما فيكم ما يحك ما فيكم ما يدير حتى شي مجهود بلا ما ديروا هاد التبريمه، كتبغي يكون عندك اختي السوفل وعندك الدراع الحكان باش كاع داك الجلد الميت كيتحيد، راه تحكي وتعاودي تحكي وتشلي بالماء وتعاودي تحكي وتلقاي داك الجلد الميت وديك الاوساخ مازال ما بغاش تحيد. يعني هاد التبريمه هادي راه تتنقيك كتوحد لك اللون ديال الجسم، كتحيد لك الليطاش الا عندك شي لاطراس ديال الصنداله اولا ديال الصباط، يعني كلشي كيتحيد. كما شفتوا معايا خلطت المكونات مزيان، ومن بعد غتاخدي اختي واحد النص ديال حامضه اولا ليمونه وغادي تعصريها على هاد الوصفه. غادي نضيف عصير نص ليمونه اولا نص حامضه بهذا الشكل هذا. هاد الوصفه غير الجسم فقط البنات، يعني من العنق حتى رجيلاتك، ما ديريهاش غير الوجه ديالك، يعني ديريها لجسمك كامل زوينه بزاف. صافي وخلطي مزيان اختي، حركي مزيان الوصفه ضروري تخدميها، يعني تحركيها مزيان باش دوك المكونات يتخلطوا مزيان مع بعضياتهم. ومن بعد غناخدو الخل العادي، الى عندكم خل التفاح غديروا شويه، ما عندكمش ديروا غير الخل العادي اللي عندكم، يعني الخل العادي اللي كتستعملوه. غادي نضيف واحد الملعقه كبيره صافي، ونخلطوا المكونات مزيان. وهي الوصفه ولات واجده باش اننا نستعملوها. هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم ممكن ديها معاك اختي، توجديها وديها معاك للحمام وديريها، زوينه بزاف الا درتوها في الحمام، شي حاجه اللي زوينه يعني كتعطيك واحد النتيجه اللي روعه. ممكن كذلك ديريها في الدار، غير هي الحمام يعني احسن كيكون الحمام سخون، مع دابا البرد يعني يستحسن ديريها في الحمام، كديريها وكتخليها يعني الجسم ديالك واحد 20 دقيقه، يعني ضروري 15 20 دقيقه هذا هو الوقت، يعني قل راه ما غتعطيك واحد النتيجه زوينه. ضروري كديريها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا في الفيديو، تديروها على الجسم ديالكم كامل وصافي وخليوها. ومن بعد التبريمه هذه كي كتدخلي للحمام ما كديري لا ما لا والو، يعني كتحيدي حوايجك وتدخلي، ما كديريش للجسم ديالك الماء، كديريها هي مباشره على الجسم ديالك، كتخليها من 15 ل 20 دقيقه وكتشلي بالماء، وما كديري لا صابون بلدي لا والو، هي فيها الصابون البلدي، وكتبداي كتحكي بالليفه اولا بالكيس، راه غادي تصدموا من النتيجه، راه تيتحيد داك الاوساخ بزاف، داك الجلد الميت كيطير يعني كيتحيد، وكتشوفي الجسم ديالك ولا كيشعل يعني بحال الشمعه. شي حاجه اللي زوينه وغتجربوها غترجعوا عندي التعليقات، انا متاكده غتشكروني على هاد التبريمه هذه. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، و هاد التبريمه هذه زوينه، انا مكرهش انكم تجربوها غدا ولا تجربوها السبت ان شاء الله، حيتاش غتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، غير جربوها. والمهم لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، واللي بغيت نقول لكم من بعد ما تمشيو ان شاء الله للحمام وتغسلوا، رطبوا الجسم ديالكم بشي كريم اولا بشي حليب ديال الجسم، راه الجسم ديالكم كيولي زوين وتيولي رطب، و يعني كاع داك الاوساخ تيتحيدوا.
مهم بصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، وما تنسونيش من اللايكات، لايكات لايكات البنات، في امان الله.